أهلا بكم من جديد. فلتحترق بصمت يقول الحكماء والعجائز، خلقت المرأة للصبر، خلقت من ضلع أعوج كي تتعلم معنى أن تعيش حياة مشوهة دون أن تشتكي اعوجاج حالها، تعيش مكسورة وتموت مسورة. هذا نص من كتاب حصتنا من السماء الذي طرح في معرض الدوحة الدولي للكتاب هذا العام للكاتبة والباحثة الأكاديمية سبا حمزة، وهي تنضم إلينا هذا الصباح عبر الزوم من هولندا للمزيد. صباح الخير سيدة سبا. صباح الخير صفاء، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. يعني دشنتي مؤخرا حفل وتوقيع كتابك حصتنا من السماء، حدثينا أكثر عن هذا الحدث. هو الكتاب فعليا طرح لأول مرة في معرض الشارقة، لكن التدشين الحقيقي كان في معرض الدوحة، وكانت الخطة أنه يكون في معرض القاهرة الدولي للكتاب، لكن شاءت الظروف أنه يكون في الدوحة، وربما نوع من 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 مشيئة الأقدار، لأنه بدأت رحلة الشتات ربما من الدوحة أساسا. نعم، يعني كتبتي طبعا هذا الكتاب فيه نصوص شعرية، و يعني أنت كنت تعملين على رسالتك في الماجستير أثناء يعني العمل على هذا الكتاب، وكانت الرسالة في النوع الاجتماعي، طبعا خفف ذلك يعني نوعا ما عنك بكتابة الشعر. كيف من الممكن يعني للتعبير عن قضايا المرأة أن يساعد المرأة نفسها التي تقرأ يعني للتخفيف عنها؟ ما أعرفش كيف ممكن أجاوب على السؤال بالتحديد يعني، لكن خليني أقول لك إنه واحد من الضغوطات اللي كانت متشكلة عليا مش بس كتابة الرسالة نفسها، لكن كوني امرأة كان في توقعات كثيرة، وكان في ضغوط من نوع إنه المرأة بس هي اللي بتواجه هذه الضغوطات. يعني إنه مثلاً أنت بتشتغلي وأنت بتدرسي وأنت عندك أولاد وصعب وكذا، وإحنا عندنا في الوعي المجتمعي بشكل عام إنه إذا تزوجت المرأة انتهت حياتها خلاص، المفروض إنها تكرس حياتها لبيتها لزوجها لأولادها، والمرأة اللي بتحاول أن تكسر هذا النمط بتكون مرأة نوعا ما بتسمى أنانية. هذا يعني بالنسبة للمرأة، أما بالنسبة للكاتبة فبتكون يعني عندنا نمط معين بنتخيل للكاتبة أني لازم تكون للكاتب بشكل عام يعني، وربما هذا كرستها التفكير الذكوري والتفكير حتى المجتمع الأبيض اللي هو لازم تكون معك غرفة خاصة، هذا فكرة فيرجينيا وولف واحدة من عمالقة الأدب في بريطانيا، إنه لازم يكون معك غرفتك الخاصة عشان يعني تكون المرأة قادرة إنها تكتب. وهذا بتلخص في إنه ما حتقدرش يجي لها الإلهام، ولا حتقدر إن هي تكتب إلا إذا كانت في مكان معين عشان ينزل لها الإلهام، وكأن الكتابة هي فعل وحي بنوع أو بآخر. فأنا قبل ما أتعمق في قراءات فيرجينيا وولف كتبت تراتيل عذراء ب 2012 وانهيت كتابته، وكنت أكتب من واقع التجربة الشخصية، ومن واقع التجربة الشخصية كامرأة في اليمن بالتحديد. فلما كنت أكتب رسالة الماجستير كنت أشعر أنه ما عنديش الوقت الكافي أن أنا أكتب، ما عنديش الوقت الكافي أن أنا أشتغل زي ما مثلا زميلاتي كلهن عادهن يعني أصغر سناً، معاهن كل الوسائل اللي يعني تختصر لهن أشياء كثير في حياتهن، بالنسبة لي كنت أشوف أنها معوقات كبيرة. فلما أنهيت الرسالة لاحظت أنه أنا مش بس كتبت الرسالة، أنا أيضاً أنهيت كتاب يعني مصاحب للرسالة اللي هو الكتاب الشعري. جميل. وهذا اللي أنا كنت أهرب للشعر، أن أنا أكتب عن التجربة كوني امرأة من اليمن، وعن العقبات اللي بتتعرض لها مش بس أنا اللي بنتعرض لها، وبتتعرض لها أخريات، لكن من منظوري الشخصي كمان. فانتهيت يعني بكتابة كتاب. ومن هنا نصيحة للمرأة بشكل خاص، وللمرأة الكاتبة بشكل عام، بشكل عام للمرأة وبشكل خاص للمرأة الكاتبة، إنه ما تكونش فكرة الزواج إنه تزوجت مثلا هي نهاية الحياة. أنا مدركة إنه المرأة اليمنية بتتعرض للكثير اللي يمكن. نعم بالفعل، يعني المرأة اليمنية تتعرض للكثير، وأنت عبرتي عن هكذا قضايا تمر بها المرأة اليمنية يعني من تجربتك الخاصة. أشعارك وكتابتك ونصوصك كيف ممكن تساعد أيضا المرأة اليمنية؟ ما أعرفش لو كانت ممكن تساعد يعني. أتمنى إنها فعلا تساعد، لكن إذا في أي تجربة يعني أنا مريت بها مثلا، أو أنا أعرفها وكتبتها وألهمت أي بنت أو أي امرأة، فحكون يعني في قمة
مش اقول السعاده، لكن يعني الشعور بالانجاز انه ممكن انها تدعم او انها تساعد. نعم. طيب سبق يعني كتبتي تراتي العذراء كما ذكرتي يمكن في العام 2012، هي مجموعة قصصية يعني، وتحتفظ بها مكتبات دولية مختلفة مثل مكتبة الكونغرس وجامعة هارفارد، يعني حدثينا أكثر عن هذه النقطة. هو فعلا في مكتبات، أكثر من مكتبة في أمريكا مثل هارفارد وجامعة نيويورك وجامعة كاليفورنيا وغيرها محتفظة بالكتاب. أنا ما كنت فاهمة العملية اللي بتتم، بحيث إنه مكتبات معينة بتحتفظ بمجموعة كتب لكتاب معينين، لكن مؤخرا فهمت إنه في المعارض الدولية بيتم شراء مجموعة من الكتب، يعني بتتم عملية شراء لمجموعة كتب من قبل المكتبات الأخرى. فكل مكتبة بتختار عدة دور مثلا وبتشتري من عندهم مجموعة كتب، ويبدو إن كتابي الأول صادفها الحظ، وأعتقد إنه الكتاب الآخر أيضا كمان. نعم. فأكثر من مكتبة في جميل. أمريكا حصلت على الكتاب، وأنا ما عرفتش هذا الشيء غير مؤخرا لما كنت في ال قد أنا بندرس الماجستير أساسا، ولقيت إنه كتابي موجود في الداتابيس. طيب يعني طبعا النصوص الشعرية والقصص احتوت كثير على قضايا المرأة بالتأكيد، ما هي أبرز يعني المواضيع، ما هي أبرز النقاط والجزئيات اللي كانت ربما تشغل بالك وعملتي على التعبير عنها من خلال نصوصك الشعرية ومن خلال القصص؟ أكثر شيء يمكن أنا عبرت عنه في 2012 ورجعت أعبر عنه هنا. في 2012 كنت أقل وعيا وأنا بنعبر عنه، بالرغم من أن أنا عبرت عنه، وهو تقاطع القضايا، قضايا المرأة. يعني أحيانا بينظر للمرأة كأنها كائن متجانس معها نفس الهموم وعليها نفس الالتزامات، بينما المرأة يعني تختلف باختلاف عرقها وطبقتها الاجتماعية والمكان اللي هي تنتمي له ووضعها الاجتماعي والأسري وفي أي بلد هي. في تراتي العذراء يعني نوهت لهذا الموضوع، بس في هذا الكتاب كنت واعي بشكل أكبر إنه في عدة عوامل بتتقاطع، في عدة عوامل للقمع المجتمعي نفسه وللقمع الدولي أيضا، ما عادوش القمع المجتمعي هو اللي بيسيطر على المرأة. في عوامل كثيرة بتتدخل بشكل مباشر وبشكل غير مباشر في قمع المرأة. فهذا اللي أنا ركزت عليه في رسالة الماجستير، وهذا الشيء أيضا اللي حاولت إن أنا أعكسه في النصوص الشعرية اللي كتبتها. ويمكن أهم القضايا اللي تتعلق بالمرأة اليمنية إنه ما عندناش عاد إحنا يعني عاد الحقوق الرئيسية اللي أي شخص المفروض ان هي تكون معه، حق الحياه، حق التعليم، حق الصحه. عندها اشياء احنا بنسعى لها يعني بنحاول نحن نحصل عليها او نحارب، وهي المفروض انها امور مسلم بها، لكن مش عندنا في اليمن للاسف الشديد. فهذه اشياء حاولت ان انا اركز عليها. اتمنى ان ما خرجتش عن السؤال. نعم بالفعل، يعني حقوق عاديه مفترض أن يحظى بها كل إنسان يعني، ولكن المرأة اليمنية لا تحصل عليها. طيب سبق يعني ربما لديك يعني نصوص قريبة أكثر من غيرها إلى قلبك، يعني نريد أن نسمع بصوتك أحد هذه النصوص. والله في أكثر من نص، بس أنا مضطرة أن أختار. فهو أول نص افتتحت به الكتاب هو لخيزران، فسأقرأ يعني بس أول مقطع، بعدها سأنتقل للنص اللي أريد أن أقرأه. خيزران: أيتها الحقيقة البديلة، يا شمس غيمان وضواحي صنعاء ونقيل سمارة، يا غيل باوزير وقاع جهران ووادي الطويلة. خيزران: يا نور الله ولون الأرض، يا جنة سمراء تشبهنا. هذا مقطع فقط، لكن النص الذي أريد قراءته بعنوان جداريتهن، وهو النص الوحيد اللي عنونته في الكتاب كامل. عندما خنقني الصوت قررت أن أكتب، أن أبني من نهر الكلمات التي تجري في خيالي ودمي حائطاً أعلق عليه كل نوتة مكتومة. سيتدفق الحائط كالسيل ويقود صوتي من معين الجبل للوادي. سأستند عليه كلما أنهكني الحنين، سأسمح لنفسي بأن أغوص في عمقه العالي وأكتب. سأكتب عن الغياب
عن الانتظار، عن الخوف، عن الحب، عن الحزن، عن العيب، عن الحرام، عن العار. سأكتب عن كل شيء، عما أريد وعما لا تريد. سأكتب عن الحلم وعن الأمل، عن الفن والعمل. سأكتب حتى يتدفق حائطي من الوادي للجبل، وتصدح الكلمات كالصدى، فتخلق لي من قلب الصمت صوتا. يقول السحاب: كانت ناطحات شبام أول من يجاورني، واليوم تتدفق أنهارا من كلماتي هنا حتى تطاول عنان السماء. لا شيء يشبه صوتا مكتوما لامرأة مكلومة. يقول الفقد: انتحرت على ضفاف شاطئ لوالدة فقدت وليدها. قلت: لن أعود لأسرق حبا من حقيبة إحداهن، ما حييت. لكن حياتي ليست إلا تيارات من الفقد اللامتناهي، فقتلت نفسي. يقول الغياب: كلما حضرت غيبتني مرة أخرى في غياهب النهر العالي. أحاول التسلل إلى قلبها، كل أم سرقت الحرب ابنها. لو كنت تبعثين في كل مرة أموت، لمت لأجلك ألف مرة ومرة، لكنني أموت وأنفى وتبقين أنت مقبرة وبلاد منفى. أزورك خلصة في ظلمة المقابر، أتسلل بلا كلب ولا عينين يقودني إليك حنين المكابر، وأسقط مغشيا علي كلما نهضت جثة لتلوح لي. تقول الجثة: سئمت الانتظار، هذا الموت ممل جدا، لا شيء يعجبني في هذه المقبرة، تقتلني العتمة كل يوم، وكلما ظننت أنها ميتة الأخيرة يضبطك شاهد قبري متسللا فأقوم من جديد. لا شيء يقتل ملل المقبرة، مثل ميت يظن نفسه حيا، يغمى علي وأستيقظ بعيدا عن شاهد القبر خارج جدار المقبرة، ملقي على رصيف ما بعد الحدود، بلا جسد ولا قبر ولا زائر مصاب بالحلم. يا سلام، يعني سبق، يعني ربما أنت يعني مش حاسة أو مش عارفة هل ممكن هذا الموضوع يأثر في النساء أو ممكن يساعدهن، لكن أنت فعليا صوت لنساء كثير لم يستطعن إيصال أصواتهن. يعني نصوصك وحدها تعبر عن نساء، عن شريحة كبيرة من النساء. ويعني هذه القصيدة يعني كثير فيها كثير من المشاعر وكثير من ربما يعني المشاعر التي تريد المرأة أن تعبر عنها. وقلتي أن يعني لم تضعي كثير من العناوين، أو لم تضعي عناوين للقصائد داخل كتابك، لماذا؟ وهل هناك أيضا من مغزى وراء تسمية كتابك بحصتنا من السماء؟ هو فعلا أنا يعني تركت كل النصوص بلا أسماء، لكني عنونتها بأرقام. لا يوجد فهرس للكتاب ولا توجد يعني أرقام للصفحات، لكن يوجد أرقام للنصوص نفسها. وهذا من منظور إنه كيف إحنا أصبحنا بالنسبة للعالم مجرد رقم، لا حصة لنا لا من الأرض ربما ولا من السماء، لكن بإصرارنا إحنا قادرين إن إحنا نأخذ يعني سواء حصتنا من الأرض أو من السماء، لكن لا يوجد شيء بدون تعب وبدون إصرار وبدون جهد. فكانت هذه فكرة إنه لماذا لم أضع عناوين يعني أو للنصوص، لكن النص الثاني هو جداريتهن، وهو النص الوحيد اللي أنا عنونته لأنها جدارية، اعتبرتها جدارية النساء، صوت النساء الصادع إن شاء الله. وحصتنا من السماء أنا كتبت يعني سبق أننا تكلمت عن الموضوع، وهو إنه ربما لم تعد لنا حصة من الأرض، لكن السماء يعني بالنسبة لي كانت الشيء الوحيد اللي قدرت إن أنا أشعر إنه بيرافقني في كل مكان، سواء في المنفى الأول اليمن، لأنه حتى في اليمن كنت أشعر إنها منفى بسبب الكثير من الضغوطات وبسبب الكثير من العراقيل. وبعدها لما بدأت رحلة الشتات اللي هي مر بها اليمنيين من 2014-2015، شعرت إن السماء هي الكائن الوحيد اللي بيسافر معانا وبيفتح لنا أذرع، يعني بغض النظر عن كونها فعلا رومانسي، لكنه يظل هو الشيء الوحيد اللي فعلا رافقني من بلاد إلى أخرى، رافقتني من بلاد إلى أخرى، كانت السماء. لذلك أتت تسمية حصتنا من السماء.
بالضبط. وبما انه فتحتي الموضوع وسالتيني، ساستغل الفرصه انه ايضا الكتاب هو حصه للجميع. يعني انا حاولت ان انا اترك، او مش حاولت وانما كان جزء من فلسفه الكتاب، انه يكون فيه مساحات كبيره للقارئ انه يضيف نصوصه الخاصه. جميل. ويعني مثل ما حتشوفي انه حاولت انه بقدر الاستطاعه تكون هناك مساحات في نصوص تركت معاها صفحات فارغه يعني ليكملها القارئ بما يحب، كنوع من المشاركة، جميل. مشاركة كل شيء النصوص في يعني الكتاب مع يعني بعضنا له البعض. فلسفة، كل شيء في الكتاب له فلسفة خاصة، من بداية من الاسم يعني إلى الأرقام إلى الفراغات الموجودة في الكتاب. أشكرك جزيل الشكر سيدة شكرا سباء صفاء، حمزة، الكاتبة والباحثة الأكاديمية، شكرا على تواجدك معنا هذا الصباح. شكرا لك صفاء، يعطيك شكرا العافية. جزيلا للجميع.